إذا متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من منطقة المكاسة بوسكورة. و يعني تشيد عدد كبير من الديبوات متابعينا الكرام، يعني كاين اللي كيستغل الفرصة، خصوصا بعد يعني القرار ديال توسيعات شوارع منطقة المكاسة، وهنا يعني الحفاية دوار الحفاية الدوار كذلك ديال الثاني والعديد من الدواوير. متابعينا الكرام، يعني العديد من الناس بالرغم من ان السلطه كتقوم بعض المرات يعني ب يعني الهدم ديال كل التجاوزات، واني يعني الكثير 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 من الديبوات اللي بداو الاصلاح ديال الديبوات ديالهم وبداو التوسيع ديالهم هنا في منطقه المكاسه. متابعينا الكرام، كيف ما غادي تشاهدوا معايا من خلال يعني هذه الجوله اللي غادي نقوموا بها هنا، يعني باحد البلايص، يعني ماشي كاع البلايص، هذه بعض من البلايص اللي كيتم توسيع ديال بعض الديبوات، واللي تبناو فيها بعض الديبوات اللي جديده ما كانتش من قبل وعاد تبنات. يعني غادي تشوفوا معنا الكثير من الصور متابعينا الكرام. واللي مؤسف في الامر، يعني اللي مؤسف في الامر، وهو انه الناس هنا ساكنين واعوام وسنين الناس كيتسناو غير شي مدرسه اولا شي سبيطار، اعوام وسنين الناس كيقولوا ان جامع غادي تبنى، اعداديه للوليدات البنيتات والو. هادشي الا بغيتي تبنيه خاصك ما هي وما لونها كي كنقول، ولكن الا بغيتي تبني ديبو يكون شخصي لك، فا كيتطلبش الامر بزاف. يعني حنا كنشاهدو هنا العديد من الديبوات، يعني النص ديال هادشي راه ما كانش فاهموا على هاد المسالات. يعني حتى اللي كان ما كانش بحال ما هكا، كان واحد كتلقى مثلا ديبو واحد فيه هادشي كامل، ولجي كتلقى شحال ديال الديبوات اللي ما كيتسناش هنا السلطه، هو تهدم ولاد هدم راسو صافي. كاين دابا الهوشه كيبني ديبو مع راسو بخير وعلى خير، كيف ما هو الشكل الواقع هنا متابعينا الكرام، كيف ما هو واقع في العديد من البلايص هنا بمنطقه بوسكوره. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا هاد الصور الانيه هنا بمنطقه بوسكوره متابعينا الكرام. الناس تدوز من حداهم الشارع، يعني خاصها تستغل الفرصة. التساؤل المطروح هو علاش السلطات هنا فاش كيبغيو مثلا يبنيو شي حاجة كيتعطل داك الشيء، حين أنه ديبو دغيا دغيا غادي تبني ديبو ولا شي حاجة عشوائية. ما بنيو الناس هنا بعدا الناس ديال الجماعة ورئيس بنيو بعدا عباد الله هنا المدارس والسبيطارات اللي ما كاينينش. سبيطار واحد كيتجي ليه 70 دوار، يعني حنا كنهضروا يعني عن طريق الصدفة الحملات راه كيقوموا بها عناصر ديال الدرك الملكي هنا بمنطقة المكانسة، ولا يعني حتى قائد المنطقة يعني كيكون هنا بعض المرات في حملات إزالة كل ما هو غير قانوني. متابعينا الكرام، احنا هنا كنشاهدوا يعني سيارة ديال الدرك الملكي اللي كتدخل لهنا باش تشوف يعني أي حاجة خارجة على القانون، ولا يعني هنا بعض المرات كيكونوا عملية ديال السرقة ولا الكريساج ولا شي حاجة. فمشكورين هنا عناصر ديال الدرك الملكي هنا بمنطقة المكاسة متابعينا الكرام. لبحثهم على كل كبيرة وصغيرة هنا بمنطقة المكاسة. كنتمنوهم الله كذلك أننا نشوفوا يعني حتى عملية ديال الهدم ديال كل هاد الدواوير أولا كل هاد الديبوات
اللي ولاو يعني بشكل جديد واللي ما كانوش في الاصل. الهدم في ممشي شي كاين الهدم كاين لي اجور وكاين السيما والديبواج، يعني اننا كنا يعني كننتظروا ان من هاد الناس يديروا لهم مرافق اجتماعيه دور الشباب ملاعب للقرب. تخيل ان هاد المكان كلها بدون ملعب للقرب، يعني هاد الساكنه ديال هاد الناس كلهم ولادهم ما عندهمش غير ملعب واحد. ها ملعب، ها ملعب واحد، شو شحال ديال الديبواج كاينين وشو شحال ديال الامور اللي ولاو جداد. الناس هنا بغاو غير ملعب واحد ما لقاوش فين يلعبوا وليداتهم. شكرا كذلك من هذا المنبر يعني كل السلطات اللي كتقوم بالخدمه ديالها وبالعمل ديالها وعلى راسهم السيد والي مدينه الدار البيضاء السمهيديه، واللي كل نهار للامانه كنشوفو يعني هنايا وكنكونوا بالرفقه ديالو في هاد البلاصه وفي هاد البلاصه وفي هاد البلاصه لمحاربه كل انواع العشوائي، كل انواع مثل يعني الديبوات اللي كيكونوا في شي بلايص اللي غابرين تم الازاله ديالهم والهدم ديالهم. ساكنة كاين هنا اللي ساكن اكثر من 50 سنة، اكثر من 50 سنة، وهما كاين بعض الناس اللي مساكن باغينا سبيطار، باغينا جامع، باغينا مدرسة. شوف الطريق كيفاش دايرة. يعني كأنك في شي بلاصة اللي عارف فين كاين، ورا انت راها في مكانسة وسكورة. كذلك كاينه بلاصه اخرى اللي فيها يعني العديد من الديبوات، يعني واش كيكونوا ديال شخص واحد اولا ديال كل واحد ودير ديالو الله اعلم. بنادم الناس غير سمعوا راه الطريق غادي تدوز، كان الله يعطيك الصحة. دابا مثلا هادشي كله كان هادي بوات، دابا شوف شحال من ديبو ولا اكثر من 12 ولا 15 ديبو. والله كاين هنا شوف طراك كي ولات هنايا منطقة صناعية بامتياز، حي صناعي اللي كنتمنوا من الله انه يكون تدخل ديال السلطة بمتابعين الكرام بمنطقة المكاسة حول هاد الظاهرة هادي اللي ولات ديال عدد كبير من الديبوات ولا من المستودعات واللي كاينة بطريقة غير قانونية.
مثلا كتكون امور بحال ما هكا ارض بحال ما هكا الناس اسمعوا الطريق صافي خاص يطلع ديبو ولا شي حاجه باش يستافد. كيف ما قلت راه كاين هادشي اللي تبنى ما بين ليلة شين وضحاها. ما بين ليلة ونهار كاين الله يعطيك الصحة. والناس كاين اللي كيتسنى هنا أكثر من 50 سنة ما دارش شي سبيطار. شوف مثلا دابا هادشي كلو تقريبا مي ما كانش بالليل ونهار يعني ولا العجائب والغرائب. شنو هاد الصور دابا فاش غادي يدوز الشارع يقدر يحيدوه كاع يريب صافي باش يبقاو الديبوات دايرين جبين. شي الا بغيتي دابا تدخل دير هنا شي جولة شو شحال ديال الديبوات. فين هما المدارس وفين هما السبيطارات العباد الله وفين هما وفين هما وفين هما. يعني شيء مؤسف متابعينا الكرام. الى هنا غادي نخشم معكم هذا المباشر واكيد منين حلينا هنا هذا الموضوع غادي نرجعوا ليه مرة أخرى وغادي نحاولوا أننا نقربوكم أكثر يعني متابعينا الكرام من هذا الموضوع هذا. كنا معكم من منطقة بوسكورة الكنسة. إلى ذلك الحين إلى اللقاء.